كم تريدون بواحد بواحد تشرين؟ بواحد عشرة تقصد؟ أي؟ نريد العراق، نريد وطن، كل شيء ما نريد غير الوطن. ما تريدون هاي الحكومة؟ أبد ما نريد ولا نعترف بها. شلون؟ لأن مخرجاتها غير حقيقية، يعني الأخوة بالإطار الآن يريد يشكلون الحكم. زين زين، تظاهراتهم شنو هي من جسر المعلق؟ ما قالوا مزورة وعدنا 150 دليل وطلعوهن وعلى التلفزيون وقدموهن للأمم المتحدة وهذه الانتخابات مزورة؟ ليش من انسحب التيار صارت شرعية ورسمية ودخلوا بقوة وقالوا هي وبس، والعجوز الشمطة تحولت إلى الحسناء الفاتنة، وبكل جلساتهم تقعد بنصهم، في حين احنا لحد الآن لم نعترف بجنين بلاسخارت. وأقول هذا عبر قناتكم، عشرات الدعاوى احنا قايمينها بلا هاي على جنين بلاسخارت، لأنها لم تكن ممثلة حقيقية للأمم المتحدة في العراق وتقود هذه الأجندات اللي تحدثت عنها أنا قبل قليل.